نرحب بضيفنا في هذه التغطية من طول كرم الأستاذ توفيق طعمي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك أستاذ توفيق معنا في هذه التغطية. إذن هناك جولة جديدة من المفاوضات اليوم في القاهرة بمشاركة مدير CIA، هل يتوقع أحداث أي خرق في مسار هذه المفاوضات بعد فشل كل الجولات السابقة، وخاصة الآن مع ازدياد الضغط على إسرائيل داخليا وخارجيا أيضا، خاصة بعد حادثة مقتل عمال الإغاثة في غزة منذ أيام؟ نعم، تحياتي لك وتحية للمشاهدين الكرام. نعم، أكيد هناك ضغوطات الآن يعني على الجانب الإسرائيلي، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن، لإنجاز هذا الملف، لإنجاز ملف أولا وقف إطلاق النار، وقف الحرب، وقف العدوان على قطاع غزة، أيضا الحديث عن السير في المفاوضات وعودة النازحين إلى إلى قراهم أو إلى أماكن سكنهم. حتى الآن هذه الضغوطات يعني حقيقة يعني لأول مرة بنلاحظ أن هناك تغير غير مسبوق في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة الاحتلال، لأنه في حديث بايدن لنتنياهو يوم أمس تحدث عن هذا الموضوع، وبسبب طبعا المماطلة والمراوغة اللي دائما نتنياهو يقوم بها، فهناك كان تحذير من الرئيس بايدن وقال له أنه السياسة الأمريكية ستتغير إن لم تقم الآن بفتح معابر ودخول المساعدات فورا لقطاع غزة، وأيضا للعمل على وقف إطلاق النار. أنا أعتقد أن هناك يعني على الأقل الآن كما سمعت في الأخبار أن هناك حديث أن المساعدة الإنسانية بدأت تدخل إلى قطاع غزة، وأيضا هناك يعني ملفات أخرى سيتم البحث فيها. ما سيحدث غدا أو اليوم في مصر من مفاوضات حتى الآن حقيقة يعني من الصعب التنبؤ ما سيحدث، هل سيكون هناك اتفاق أم لا يكون اتفاق، هل نتنياهو سيراوغ سيماطل، هذا هو السؤال. إذا ضغطت الإدارة الأمريكية عليه الآن بشكل حقيقي، أعتقد ممكن أن تكون هناك اتفاقية، كما ضغطت عليه باستئناف وفتح المعابر لإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية. هذا يعتمد حقيقة على الدور الأمريكي، على الضغط الأمريكي على بايدن، لأن الضغوطات العالمية الآن يعني في تصاعد ضد سياسة الرئيس الأمريكي بايدن من الاحتلال الإسرائيلي، من سياسته في تزويد إسرائيل بالسلاح والدور التي تقوم به إسرائيل من إبادة ومجازر في قطاع غزة. هذا يعني شكل ضاغط على الإدارة الأمريكية، أيضا بسبب الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا بسبب شعبية بايدن اللي وصلت يعني لمستوى في الحضيض الآن، وصل لمستوى منخفض جدا، وهذا يشكل يعني يشكل مشكلة لبايدن في الانتخابات القادمة في الشهر 11 من هذا العام. يعني لا نعرف حتى الآن، يعتمد على نتنياهو، يعتمد على الضغوطات الأمريكية. إذا دارست الضغوطات الأمريكية بشكل صحيح، نعم قد نرى انفراجي في هذا. ولكن أستاذ توفيق، الضغوط الأمريكية على نتنياهو للقبول بأي صيغة في هذه المفاوضات أو بأي صيغة من أي اتفاق قد يعقد بين حركة حماس وإسرائيل، الحركة ما زالت متمسكة بمطالبها، ويوم أمس كررت هذا الأمر وقالت إنها تتمسك بهذه المطالب بالوقف الدائم لإطلاق النار، انسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم أو إلى أماكنهم، وصفقة تبادل جادة للأسرى. نتنياهو ما الذي يمكن أن يقبل به من هذه الشروط برأيك؟ أعتقد أن نتنياهو الشروط اللي ممكن يقبل فيها نتنياهو إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، الحديث عن إبرام صفقة تبادل الأسرى، لكن نتنياهو حتى الآن لا يريد وقفاً لإطلاق النار، لا يريد، حتى تحدث بعد أن تحدث مع الطرف الأمريكي وقال أنه ممكن أنه ندخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وعودة النازحين
إلى مناطق سكنهم في الشمال، لكن يريد استمرار العدوان على قطاع غزة. هذا نتنياهو، هذه يعني بالنسبة لنتنياهو طبعا، هذا إذا أوقف الحرب الآن مثلا أو بعد يومين أو بعد أسبوع، هذا يعتبر بالنسبة لنتنياهو هزيمة كبرى لنتنياهو، ولا يريد أن يواجه الحقيقة في اليوم التالي، لأن هناك ستكون هناك يعني محاكمة على إخفاقه أولا في 7 أكتوبر، إخفاقه للشهر 7 على التوالي، ولم يحقق أي انتصار على قادة المقاومة على حركة حماس، ولم يستطع أن يعيد أسير واحد من خلال يعني الأسرى الإسرائيليين من خلال هذا العدوان، وحتى أيضا فشل في تهجير الشعب الفلسطيني. وبالتالي أستاذ توفيق اسمح لي، على ماذا يراهن نتنياهو إذا كان حتى الآن لم يحقق أيا من الأهداف التي أعلن عنها في بداية هذه الحرب فيما يتعلق بالقضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين من خلال العمليات العسكرية؟ يعني هو يحاول الهروب من اليوم التالي لوقف إطلاق النار، ربما من المحاسبة في الداخل الإسرائيلي لإزالته من المشهد السياسي، لكن إلى متى؟ إلى ما لا نهاية يعني؟ يعني هو حقيقة هو يراهن على الوقت. إذا هو يعتقد أنه استمراره في عدوانه على قطاع غزة وحديثه عن اجتياح أو اقتحام رفح، أنه هذا يشكل نصراً لنتنياهو. نتنياهو يبحث عن صورة انتصار لأنه فشل في كل الجولات العسكرية والميدانية، فيبحث عن أي شكل من أشكال الانتصار، وبالتالي هو يعتقد ذلك. هو يعتقد أنه إذا اقتحم رفح يعتقد أنه سيقضي على المقاومة، وحتى الآن هو يعني الشهر 3 أو 4 على التوالي وهو في منطقة خان يونس، وتحدث عن منطقة خان يونس وقال أن حركة حماس وقيادة المقاومة والنخبة موجودين في خان يونس، وحتى الآن خان يونس العمليات تقوم وخسائر إسرائيل فادحة، وكما تحدث الناطق العسكري باسم كتائب القسام والمقاومة الفلسطيني أن 14 جندي إسرائيلي تم قتلهم، ناهيك عن 3 دبابات، ناهيك عن المعدات، وبالتالي إسرائيل يتم استنزافها بشكل غير مسبوق. لا نعرف على ماذا يراهن نتنياهو. المقاومة ما زالت تقاوم، ما زالت موجودة، لا يمكن لنتنياهو أن يسحق المقاومة كما يتحدث وكما يحاول أن يجمل الصورة، صورة الفشل وصورة كيف يسوقها للجانب للشعب الإسرائيلي، فهو فشل حتى الآن. هو يعتقد كذلك، يعتقد في تصعيده إلى جنوب لبنان، تصعيده في مكان أخرى، أنه سيجلب صورة من الانتصار، حتى الآن فشل في تحقيق أي شيء. في أمر آخر أيضا، أنه عندما تحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن امبارح، تحدث معه قال له عليك أن الآن أن يعني على القيام بتسوية مع حركة حماس في بالنسبة لملف الأسرى، ملف الأسرى. يعني هذا هنا يعني أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة تطلب من نتنياهو هذا الشيء، هذا يدل له دلالات، دلالة أنه الآن الإدارة الأمريكية بدأت تعترف أنه من الصعب جدا أنه القضاء على حركة حماس، من الصعب جدا اجتثاث المقاومة الفلسطينية. ولكن ما زالت أستاذ توفيق، ولكن ما زالت يعني توافق على استمرار هذه الحرب، ربما توافق على وقف إطلاق نار مؤقت وليس نهاية هذه الحرب، وبالتالي هذا ما يبرر دعمها السياسي والعسكري حتى الآن لإسرائيل. صحيح، حتى الآن الإدارة الأمريكية يعني غير واضحة عندما قالت وقف إطلاق النار. ما معنى وقف إطلاق النار؟ هل هو عبارة عن هدنة؟ هل إن وقف إطلاق النار بشكل كامل ولا عودة للحرب مرة ثانية؟ حتى الآن إدارة بايدن غامضة في هذا الموضوع، لم تتحدث بشكل واضح. يعني هل هي تتحدث عن هدنة؟ أنا أعتقد أنها تتحدث عن هدنة، عن توقف للحرب مؤقتا، ومع مرور الوقت قد إنه نصل إلى هدن متتالي، ومن خلال هذه يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل. لكن هنا هذا يبدأ يعني بيخلي الباب مفتوح للعودة لقطاع غزة، للعودة للحرب مرة ثانية، وهذا ما لا تريده المقاومة وعراسها طبعا حركة حماس،
ترفض بشكل قاطع أن يكون هناك حربا بعد، يعني هي مطالب حركة حماس وقف العدوان، وقف الحرب أولا على قطاع غزة، وثانيا نبدأ بملف الأسرى. لا يكون بيحدث إنه نتنياهو يطالب بالأسرى قبل وقف العدوان على قطاع غزة بشكل كامل. هو يتحدث عن هدن، ولكن بعد الهدن سيعود ويكسف ويقتل ويقوم كما قام به في الجولات السابقة. وبالتالي حتى الآن إدارة بايدن يعني يجب أن يكون هناك يعني كلام واضح، مطالب واضحة إنه الحرب ستتوقف، العدوان يتوقف بشكل كامل، تنسحب إسرائيل من كافة قطاع غزة، ولا وجود إسرائيلي في أي تواجد إسرائيلي عسكري وأمني في قطاع غزة، عودة النازحين إلى بيوتهم، تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة، وأيضا البدء بعملية الإعمار وأمور أخرى.